المديرية العامة للجمارك لإرساء روح الرياضية في المجال الجمركي، وهذا يعتبر كذلك يعني ان ايفينمون تري تري امبورطون يدخل في اطار البرنامج تاع اداره الجمارك لاضفاء الرياضه في المهام الجمركيه. كالمديريه العامه للجمارك من خلال تنظيم هذا النهائي الذي يعتبر حفل في كره القدم، جمعت بين مختلف الاعوان كما قلت تاع الشرق الغرب الوسط والجنوب الجزائري. ما يخفلكمش ان ممارسه الرياضه في اداره الجمارك هي مهمه جدا، لانه لها الدور في تكوين اعوان الجمارك، في تطوير القدرات البدنيه، في تحسين كذلك القدرات الذهنيه، خاصه في ظل ممارسه المهام المنوطه بهم على مستوى حراسه الحدود وكذا في الجانب الاقتصادي.